السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده الحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي. برج الجدي، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها، وكل ما هو جميل من اجل عيونك يا برج الجدي. الفتره اللي جايه هتعدي كل الصعوبات اللي عندك، وهيبقى فيه طاقة معينة أو طاقة جديدة لأكتر من حاجة في حياتك. نشوف مع بعض، بس ادعم الفيديو بتاعك. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفترة اللي جاية دي هيكون في تقدم بشكل كبير جدا على جميع الأصعد، بس انتوا حرفيا كل اللي شغالين عليه دلوقتي هو الماديات. تفكيركم كله في الماديات، بتفكروا ان انتوا تحسنوا الدخل بتاعكم، بتفكروا ان انتوا تحسنوا الوضع على جميع الأصعد بتاعكم. ليه؟ علشان الوضع عندكم في عراقيل، او في حاجة انتوا مشدود لها، حاجة انتوا تعبانين منها، حاجة أزمة معاكم، طاقة، في شوية أمور عندكم بتحاولوا ان انتوا تستقلوا بيها. انتوا حاسين ان انتوا لوحدكم في كوكب لوحدكم، مفيش حد معاكم، مفيش حد بيساعدكم في اي حاجه، مفيش حد يعني حاسين ان هو واقف جنبكم، حاسين ان هو عامل لكم اي حاجه. لا، انتوا بالعكس حاسين ان انتوا مضغوطين، حاسين ان انتوا طالع عينكم في كل حاجه، وده مديكم اصلا طاقه سلبيه. فلازم تبصوا لنفسكم شويه، ولازم تشوفوا ايه اللي عليكم، او انتوا عايزين ايه وتعملوه. كمان البعض منكم حزين جدا الفتره دي، البعض منكم مستني تجديد لعلاقه، تجديد لرجوع حد، او انتوا مستنيين حد بعيد عنكم، الله اعلم. بس انتوا حرفيا في فتره انتظار رهيبه جدا من اشخاص اخرى في حياتكم. الاشخاص الاخرى دول انتوا منتظر لهم، منتظرينهم باي طريقه، منتظرين تغيير، منتظرين تقدم، منتظرين تبشرات جديده، منتظرين حاجات معينه عايزين تفعلوها، الله اعلم. بس في تقدم بشكل كبير جدا او بشكل ايجابي بمعنى اصح. البعض منكم قاعد، البعض منكم حزين جدا في رده فعل اخرين، البعض منكم حزين جدا في كلام، البعض منكم حزين في امور فعلا تعباه او مضايقاه، او بمعنى اصح خانقاكم على اكتر من وضع او على اكتر من طريقه. فعشان كده انتوا ناويين على تقدم وناويين على تبشرات بشكل ايجابي. كمان اقدر ابشركم بخروجكم من محنه او خروجكم من ديب، بس بلاش التردد الا على الفاضي وعلى المليان. عندكم طاقه تردد رهيبه جدا الفتره دي، مترددين في اكتر من حاجه، كل ما تقولوا هانت بترجعوا كده خطوات لورا. ده مش انتوا مش بتاع عايزين تعرفوا ايه السبب، او ليه الرجوع اللي عندكم ده من غير اي طريقه، او ليه الرجوع ده من غير اي سبب. اسئله كتيره جدا بتسالوها لنفسكم. عندكم طاقة شفاء، طاقة خروج من أزمة تخص الصحة، أو طاقة معينة أزياكم، طاقة معينة مأثرة عليكم في أكتر من وضع. في كمان أمور هنا هتستجدوا فيها انتوا، او هتاخدوا فيها قرارات حاسمه. البعض منكم ناوي على خروج من حاجات كتير، البعض منكم عنده نجاح وعنده ازدهار بنفسه، البعض منكم مستني سفر. كل واحد ليه طاقه معينه مستنيها. ممكن الشخص اللي مستني شفاء ده ممكن يكون مستني شفاء ليه هو، ممكن يكون مستني شفاء لحد من اسرته، لحد من مقربينه. فكل واحد مستني طاقه معينه، بس العين هي اللي مأثره عليكم، وهي اللي عامله لكم الرجوع بشكل كبير جدا. العين دي جايه لكم من ناس مقربه ليكم، اللي يعني بمعنى اصح ناس اكلين معاها عيش وملح. فياريت تخلوا بالكم من النقطه دي، وتكونوا حريصين جدا في التعامل مع الاخرين. ليه؟ علشان الاخرين حاطينكم في بالهم، ودايما بيتكلموا عليكم بالسلبيات، بس انتم بسبب يعني الطاقه بتاعتكم اللي خلصت دي، ربنا هيكرمكم وهيديكم حاجات اكبر من اللي انتم فيها، وهتشوفوا قد ايه حكمه ربنا عليكم في التحسن اللي انتم فيه، او في الطاقات المعينه اللي هتكون عليكم في اكتر من حاجه. البعض منكم مستني يعني ممكن خبر حمل، مستني لم شمل الاطفال، في اطفال بعاد عنكم انتم مستنيين رجوع ليهم، مستنيين كلام يخص اطفال، امور عندكم فيها تجديد باذن الله الفتره اللي جايه. وخلوا بالكم ان انتم هتكونوا مبسوطين جدا بالامور اللي انتم عمالين تستجدوا فيها مع نفسكم. ليه؟ علشان التقدم الحلو ده هيكون طاقه تبشرات ليكم، وهيكون اخبار حلوه على اكتر من وضع، او على اكتر بمعنى اصح من صعيدي لحياتكم. فما تقلقوش خالص من اي طاقة سلبية مأثرة عليكم دلوقتي. الفترة دي هي فترة ركودك لتوصل لهدفك. ركود ازاي؟ الله اعلم. بس انت عندك ركود عالي جدا علشان توصل للهدف بتاعك. عندك تحقيق حلم، تحقيق امنية،
تحقيق هدف، عندك نور من بعد الظلمة اللي انت فيها، عندك طاقة إيجابية، عندك خير في حياتك، وعندك حسن حظ بالله بإذن الله. كمان الفترة دي هي فترتك انت، فترتك انت ان انت دايما بتحمد ربنا عن كل حاجة، دايما بتقول يا رب انا مليش غيرك، يا رب انا محتاجك ان انت تكون واقف جنبي، او تكون يعني في كده طاقة تانية. انتوا دايما بتتعاملوا بتلقائية، دايما بتتعاملوا كده بمحبة مع الاخرين، ما بتعرفوش الخيانة ولا النفاق، ما بتتصنعوش ان انتوا تتعاملوا مع حد في حد ظلمكم، دخل حياتكم ظلمكم وعمل لكم أذى، بس انتوا متألقين بفضل ربنا. عشتوا في أيام فيها عذاب، عشتوا في أيام فيها ظلم من الآخرين اللي دخلوا حياتكم، بس الأيام دي ما بقيتوش زي الأول، تغيرتوا 180 درجة وبتتعاملوا بشكل مختلف. عندك غريزة كده المحنة، حنين جدا على الآخرين، حنين جدا على الناس اللي في حياتك. على قد الغدر اللي انتوا عشتوا فيه وعلى قد الظلم، عندكم طاقة إيجابية وعندكم فرج بإذن الله. كمان البعض منكم عنده ملل بشكل كبير جدا من الخذلان، من الكلام السلبي، من العراقيل، من الخمول والكسل اللي عندكم. حسن حظكم بالله ده بيخليكم تطلعوا من كل حاجة، ودايما بيجعل لكم في كل خطوة سلام، ربنا هو الرازق. عندكم طاقة إيجابية حلوة جدا، بس انتوا الأيام دي حاسين ان انتوا عندكم سحر، حاسين ان انتوا عندكم في توتر وفي حيرة الفترة دي. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم طاقة، والطاقة دي هتخليكم تكتشفوا ناس على حقيقتها، وطاقة إيجابية. كمان انتوا هنا بتتعاملوا كده بتلقائية زي ما قلت لكم، بتتعاملوا كده بحدود بينكم ما بين الآخرين. دايما اي حد بيطلب منكم حاجة انتوا بتساعدوه على طول، وده اكبر غلط ان انتوا بتتعاملوا مع الاخرين بمحبة، وده غلط ليكم انتوا جدا. عشان كده انتوا عندكم طاقة سلبية، وبلاش تكون تلقائية مع الناس الاخرين. عندكم تواصل مع حد، والتواصل ده هيكون حلو جدا وهيفرحكم. ضحكتكم جميلة، ضحكتكم منورة وكل حاجة، ربنا هيبارك لكم جدا في الأيام اللي جاية. عندك نور من بعد الظلمة اللي انت ماشي فيها، ومن بعد الطريق اللي انت ماشي فيه حرفيا، ربنا هياخد بإيدك وهيحسن بحياتك. انت كمان هنا بسم الله ما شاء الله، عندك حد متوفي، عندك حد ميت، انت الحد ده بتدعي له دايما بالرحمة. مش عايزاك تاخد قرار في وقت يكون عصبية ليك انت، عشان انت بتكتم جواك العصبية، بتفضل كاتم كاتم كاتم، بس لما بتقوم بتنفجر مرة واحدة. فعشان كده دايما اقول لك خد بالك كويس جدا. كمان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا هينور لك حاجات كتيرة جدا. انت بتصلي وبتقرأ قرآن يعني رميت حمولك كلها على ربنا الفترة دي بشكل كبير جدا، يعني انت ما بقتش تفكر في اي حاجة، بس دايما مخدوعين، دايما مجروحين من الاشخاص اللي انتوا بتقولوا عليهم دول مستحيل يكونوا عكس الناس اللي في حياتنا، دول اكيد ناس مميزة، بالعكس انتوا بتتخدعوا وبتتظلموا من الناس دي. كمان انتوا هنا عندكم دقة في التعامل في كل حاجة، بس انتوا يعني الخذلان ده خليكم ساكتين من اقرب الناس ليكم، صبرتوا لحد ما صبركم حاسين ان هو نفد، حاسين ان صبركم خلص. حد هيجي ويبشركم بخبر حلو طال انتظاره. عندكم هنا حرف الواو، حرف الميم، حرف النون، حرف الهاء، دول بيدوك طاقة سلبية، دول بيأذوك، دول بيتعبوك في ورا ظهرك. كمان انتوا ناويين تبيعوا، ناويين تشتروا، في بيع وشراء عندكم بسم الله ما شاء الله عليكم. اخيرا ربنا هياخد لكم حقكم الفترة دي من ناس كتيرة جدا ظلمتكم، من ناس فعلا وقعت عليكم الظلم اللي في حياتكم ده. عندكم شفاء من اي طاقة سلبية، عندكم شفاء حتى من سحر، لو انتوا عندكم طاقة سلبية عندكم شفاء بإذن الله، وعندكم امور، بس بالكم مشغول الفترة دي بالدراسة، بالكم مشغول جدا بتعليق الورق اللي متعطل بقاله مدة، بالكم يعني مشغول بورق عاطل عندكم بقاله مدة. انتوا كشفتوا ناس كتيرة جدا على حقيقتها، كشفتوا ناس كتيرة جدا، عرفتوا الناس دي عايزة منكم ايه، الناس دي بتخدعكم ليه، الناس دي ايه اللي بينكم وما بينها. عندكم قضية هتربحوها بإذن الله، والقضية دي هتكون
مع ابراج ترابيه ممكن هتربحوها وهتكسبوا القضيه، وممكن كمان الفتره اللي جايه دي ترجعوا فلوس ليكم بغايبه عنكم، ترجعوا فلوس عنكم بعد عنكم، الله اعلم. انتوا عندكم رجوع حق الفتره اللي جايه، عندكم انتصار، بس احسنوا الظن دايما في الله، علشان طول ما انتوا بتحسنوا الظن بالله طول ما انتوا ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان انتوا هنا انتوا هتتعصبوا، حد هيفضل يهدي فيكم ويقول لكم ما تتعصبوش اهدوا شويه اللي انتوا فيه ده غلط، هيفضل كده ياخد بايدكم بمعنى اصح ويفضل يديكم طاقه ايجابيه. انتوا بداتوا تتفتحوا، بداتوا كده تبصوا للحياه بشكل مختلف، الحياه بدات تعلمكم، الحياه بدات تديكم الحياه. اي نعم انتوا خدتوا من الحياه كتير جدا، بس الحياه بدات يعني تتعامل معاكم بشكل كبير، وعشان كده انتوا عندكم تحسنات الفتره اللي دي على جميع الاسعد عندكم. ليه؟ علشان انتوا حاسين بطاقات سلبيه، والطاقات السلبيه دي عامله لكم كذا اكتر من عراقيل، بقالكم اكتر من سنه، بقالكم يمكن يدي 5 6 سنين 7 سنين عندكم رقم 8، الرقم ده ليكم صله بيه، اتاكل حقكم، اتاكل نصيبكم من ناس كتيره جدا من بعد وفاه حد او من بعد ما الطمع زاد شويه. الفترة دي هيكون عندكم شك رهيب جدا، حد هيوصلكم رسالة وانتوا هتمسكوا الرسالة دي، هتفضلوا تمشوا وراها لحد ما توصلوا للي انتوا محتاجينه. عملتوا خير كتير جدا وما تمرش في ناس كتيرة، وعشان كده انتوا برضو مش ندمانين على الخير اللي انتوا عملتوه. انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا متأكدة انه في يوم من الايام ربنا هيجيب لي حقي من كل اللي ظلمني وكل اللي قصر بخاطري. كمان انتوا هنا مستنيين حاجات كتيرة جدا تحصل لكم بأي طريقة. في حد عندكم حظه قليل، حد عندكم الحظ بتاعه مش ماشي معاه ابدا، عنده كده طاقة سلبية دايما، عنده خذلان بيتخذل. انتوا عندكم حد بيحبكم جدا، حد عايز مصلحتكم فعلا، حد يعني عندكم ست بتحبكم جدا عايزة مصلحتكم، عايزة دايما تكونوا انتوا في طاقة ايجابية. كمان انتوا هنا حاسين انه في اشياء غريبه بتحصل لكم في جسمكم، حاسين انه شعركم بيقع، حاسين انه جسمكم في النازل، ناس كتيره جدا اذتكم، في واحده ست كبيره اذتكم ما حبت لكم للخير، ممكن يكون من اسمها حرف الميم، انتوا بتدعوا عليها دايما بتقولوا هم كانوا سبب في حالتنا النفسيه، فعشان كده قررتوا ان انتوا تشوفوا حياتكم بالشكل الايجابي. كمان انتوا هنا مقدمين على حاجه خير، مقدمين على حاجه يعني في طاقة تانية خالص، مقدمين على كذا حاجة فيها خير ليكم. كمان انتوا هنا في حاجات راحت من عليكم، حاجات انتهت، في بلوك هيتفك، البلوك ده اللي هيتفك انتوا هتاخدوا قرار حاسم عندكم. كمان انتوا هنا مسافرين او ناويين على سفر، رقم 3 ده رقم مميز عندكم. كمان في قلب وجعكم، القلب وجعكم ده مازال بينزف، مازال في وجع كده وفي حيرة، صبرتوا كتير على حاجات كتيرة جدا لدرجة ان انتوا ربنا هيجعلكم الفترة اللي جاية دي خطواتكم جميلة، بس انتوا هنا في حد ما حصلش بينكم نصيب وزعلتوا جدا علشان انتوا كنتوا بتحبوه، يعني انتوا يعني في حد كنتوا ناويين على فتح اسم بينكم او خلاص ناويين ان انتوا تمشوا في طريق الخير، وبالفعل حصل عراقيل وحصلت مشاكل. كمان انتوا هنا في حد هيجمعكم على خير بإذن الله، في تجمع عندكم حلو جدا، انتوا في يعني انتوا بتكلموا حد او في تواصل مع حد وانتوا خارج البلد، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم تقدير حلو، عندكم طاقة إيجابية. انتوا هنا خسرتوا اي نعم حاجات كتيرة جدا، بس الفترة دي في طاقة ايجابية، ما تقلقوش كل حاجة مكتوبة لكم، يعني ما تزعلوش على حاجة، انتوا دايما كل حاجة مكتوبة لكم من عند ربنا، بس انتوا بلاش تفضلوا كده ماسكين الطاقة السلبية في حياتكم. انتوا عندكم حمد لربنا الفترة اللي جاية، علشان الحمد لربنا ده هيكون طاقة ايجابية ليكم وهيكون خير ليكم، انتوا ما تزعلوش خالص من اي حاجة. انتوا حاولوا بقدر المستطاع تستغفروا، لو عليكم ذنب ابعدوا عنكم، اطلعوا حاجة لله، صلوا، قربوا، اعملوا الحاجات الايجابية. ليه؟ علشان انتوا في ناس كتيرة جدا اكل حقكم، بس انتوا ما شاء الله عليكم برضو ما بقاش فارق معاكم حاجات كتيرة جدا، يعني في ناس كتيرة جدا انتوا طلعتوها من حياتكم، عندكم دعاء مستجاب ليكم، الدعاء المستجاب ده ربنا هيسخر لك فيه حاجات كتيرة جدا. انتوا ماشيين في طريق والطريق ده حاسين ان هو
مش طريق خير، بالعكس الطريق ده خير جدا ليكم. الطريق ده هيكون ليكم راحة، هيكون ليكم طاقة، هيكون ليكم خير، هيكون ليكم هدف، هيكون ليكم ازدهار بالنفس. البعض منكم عنده علاقة تعباء جدا، عنده علاقة حاسس ان هو عايز يطلع منها، حاسس ان هو عايز يمشي، حاسس ان هو عايز يهاجر، حاسس ان هو مهما يعمل مفيش اي طاقة يعني عملاء، حاسس ان هو عنده دفعة لقدام بأي شكل، حاسين ان الدفعة دي مواخداكم في الرجوع لورا، وده اكبر خطأ ليكم. عندكم مجال حلو جدا، المجال ده هيتفتح قدامكم، هيديكم طاقة ايجابية وهيفرحكم قوي الفترة دي. انتوا عندكم علاقة هنا، العلاقة دي ما زالت موجودة، عندكم شخص منافق كذاب انتوا بتحبوه جدا، بس هو الشخص ده مش حلو خالص، دايما بيوزع عليكم العذاب، دايما بيوزع عليكم الظلم، وانتوا من كتر حبكم فيه بتتعاملوا برضو معاه بحسن النية، بس التعامل بدأ يشد بينكم، بس برضو ما زال بتتعاملوا معاه. حاسين ان انتوا زهقانين الفترة دي، وبدأتوا تشكوا عن الصبر اللي انتهى، بدأتوا تشكوا عن حاجات كتيرة جدا غريبة في حياتكم. كمان انتوا هنا في حاجات غريبة بتحصل معاكم، حاجات كده مش عارفين تفسير ليها، حاجات كده يعني مستغربين ايه اللي بيحصل معانا ده، في ايه؟ عندكم قعدة حلوة، وعندكم عزومة بعد كام يوم، عندكم كده قعدة جميلة هتقعدوا هتتكلموا هتتعاملوا مع الاخرين بطريقة كبيرة بطريقة رهيبة. عندكم رزق، الرزق اللي جاي لكم ده ربكم هيبشركم بيه من حيث لا تحتسب، بس انتوا ما تقلقوش خالص من اي طاقة مؤثرة عليكم، من اي حد ممكن يضحك عليكم، انتوا بسم الله الطريق بتاعكم نور، الطريق بتاعكم فرحة حلوة جدا، الطريق بتاعكم طاقة ايجابية، فرج حلو وخير ليكم انتوا ولحياتكم، بس بلاش الالم. انتوا يعني هيبقى عندكم اكتفاء ذاتي في كل التعامل، اكتفاء ذاتي بكل حاجة في حياتكم. ليه؟ علشان انتوا دايما بتميزوا نفسكم في لبس، في كلام، في طريقة، في حياة، دايما بتتميزوا كده. مين الشخص اللي عندكم دايما بيخيب امالكم؟ شخص كده مش عارف يرسي على قرار، مش عارف ياخد حاجة في حياته، يعني انتوا حاسين انه الشخص ده في عالم وانا في عالم تاني، الشخص ده في حاجة وانا في حاجة تاني، الشخص ده بيعرف جدا يوزع عليكم طاقة سلبية، بيعرف ازاي يخليكم انتوا تقفلوا على نفسكم باب، تقعدوا مع نفسكم كده وما بتتعاملوش مع بشر. فعشان كده انتوا عندكم ده دعوة مستجابة، عندكم خير بإذن الله. كمان انتوا هنا بدأتوا تشكوا همكم لأب، بدأتوا كده تشوفوا الشخص الحد اللي انتوا بترتاحوا معاه في الكلام وتشكيلوا الهم بتاعكم، او تشوفوا انتوا حياتكم ماشية ازاي. كمان انتوا هنا عندكم علاقة ايجابية، العلاقة الايجابية دي هتخليكم انتوا منصورين جدا الفترة اللي جاية، وهتخليكم انتوا اصحاب قرارات عظيمة في حياتكم. في كمان شخص اذاكم، الشخص اللي اذاكم ده عايز يجوا يتأسف لكم، بس انتوا مساكتين. عندكم نصيب حلو جدا هيتفتح قدامكم، النصيب اللي هيتفتح قدامكم ده هيكون خير. مين الشخص العنيد؟ الشخص اللي ما بيحبش حد يمشي عليه كلام ابدا، مهما يعني يعمل ما بيمفيش، انتم الشخص ده ساكتين معاه بشكل كبير جدا. كمان انت النور اللي هينور حياتكم ده هيخليكم انتم اصحاب قرارات حكيمة، اصحاب قرارات عظيمة، اصحاب كده عزيمة في قوة جواكم. انتوا عندكم كذا طريق مفتوح، عندكم كذا خير قدامكم، البعض منكم ناوي على السفر، البعض منكم ناوي على خروج من محنة، خروج من ضيقة، خروج من حاجة مضايقة، الله اعلم، بس انتوا عندكم خروج من كذا حاجة سلبية. الفترة دي انتوا حاسين بالضعف، حاسين بالخذلان، حاسين بالطاقات اللي مأثرة عليكم انتوا، وزي ما قلت لكم انتوا عندكم شك في حاجة معينة وشغالين عليها. اقول لكم ان شكوكم صح، الشك اللي انتوا شاكين فيه او الحاجة اللي انتوا عايزين فيها هي صح، عشان كده انتوا بتعانوا ان انتوا مش قادرين تستوعبوا او قادرين تفهموا ان اللي انتوا حاليا فيه صح، وده مأثر عليكم انتوا بسلبيات بشكل كبير جدا. في كمان هنا رسالة، الرسالة دي هتجيلكم من حد بعيد عنكم، ممكن يكون الرسالة دي او الخبر ده خبر حمل يخص اطفال، يخص بنين، يخص كده اطراف ليكم انتوا، بتديكم طاقة ايجابية.
كمان اقدر اقول ان انتوا الفترة دي هتواجهوا مواجهة كبيرة جدا، وهتطلعوا منها انتوا كسبانين. انتوا في كل الايام اللي جاية دي بقالكم مكاسب، او في مكاسب متعلقة عندكم هتقع عليكم باذن الله بالايجابيات. كمان انتوا هنا في طبطبة عليكم، الطبطبة دي هتكون عظيمة ليكم وهتديكم بشر كده خير حلوة جدا جدا جدا. انتوا مريتوا بكتير من العذاب لدرجة ان انتوا ما بقيتوش مستحملين اي ضغط نفسي، ما بقيتوش مستحملين اي حاجة. البعض منكم عنده اكتر من عكوسات، عنده كذا عكوسات في حياته. البعض منكم كل ما بيقول هانت بيرجع اسوأ ما كانت، وده ليه؟ بسبب الطاقات اللي متوزعة عليكم، بسبب العراقيل اللي كانت عندكم في حياتكم. بس انتوا هنا بتحمدوا ربنا، عندكم تحديد مصير بشكل كبير جدا، واكبر خبر هتسمعوه الفترة دي هيكون خبر ايجابي ليكم، وهيكون طاقة ايجابية ليكم. بس العقل عندكم بيودي ويجيب، العقل الباطن عندكم بيوديكم ويجيبكم في حاجات كتيرة جدا. انتوا عندكم تجديد في حاجات، انتوا انفصلتوا عن الشريك بسبب الكلام السلبي وبسبب الاسحار اللي كانت بتتعمل للشريك مش ليكم انتوا. انتوا مفيش اي حاجة بتتعمل لكم، هو الشريك الطرف التاني كان دايما معمول له سهم، وكان دايما معمول له عراقيل، وعشان كده دايما خدتوا قرارات حاسمة، قعدتوا مع بعض حسيتوا ان انتوا مش هتتفقوا، حسيتوا ان انتوا في شكاوي كتير بينكم، مفيش اي استقرار في اي حاجة، فقررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف وتبعدوا عن اي طاقة مؤثرة عليكم او اي طاقة فعلا ملازماكم في اي حاجة. وعشان كده انتوا زي ما قلت لكم عندكم حسن حظ بالله، وطول ما انتوا عندكم حسن حظ ربنا هيكرمكم وهيبشركم وهيجعلكم هيجعل لكم في كل خطوة سلامة الفترة اللي جاية. ليه؟ علشان انتوا دايما اصحاب حق، دايما اصحاب عزيمة، دايما اصحاب قوة، دايما اصحاب كده شخصية بتعرفوا تتعاملوا جدا مع اللي قدامكم، وفي نفس الوقت بتعرفوا تكسبوه وتجيبوه لصفكم. لسانكم جميل جدا، بس لما بتتعصبوا ما بيبقاش عندكم يما ارحميني، مجرد ما اتعصبتوا ومجرد ما بتلاقوا كل اللي بيتكلم سكت. ليه؟ علشان انتوا من الاشخاص اللي بتفضلوا ساكتين 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 وكاتمين في حاجات كتيرة جدا، وطول ما انتوا كاتمين وساكتين بتلاقوا بعض الالم عندكم عمال يزيد، والتفكير وربط الاحداث ببعضها. وانتوا ما شاء الله ممتازين جدا في ربط الاحداث، بتربطوا احداث ببعضها بتطلعوا نتيجة رهيبة جدا، بتطلعوا نتيجة انتوا مش فاهمين الوضع ده جه ازاي وايه اللي حصل، ولا فاهمين اي تفسير لاي حاجة. بس بمجرد ما بتطلعوا النتيجة دي انتوا كده بتكونوا ساكتين خالص، وبتتعاملوا بقى بحذر. وطول ما انتوا اتعاملتوا بحذر مع حد يلا السلام كده انتوا يعني ممكن تقتلوه خالص. ممكن انتوا يعني انتوا مشكلتكم لما بتشكوا في حد بتفضلوا وراه تربطوا احداث وتكتشفوا وتفضلوا كده تدوروا لحد ما تجيبوه، او مجرد ما بتدبوه او تلاقوه او تمسكوه خلص الكلام وانتهى الامر، واموركم اتظبطت باي طريقة وباي مختلف بشكل كبير جدا. فبلاش القلق وبلاش الحيرة وبلاش التوتر وبلاش الضغط النفسي اللي عليكم، علشان زي ما قلت لكم طول ما عندكم ضغوط نفسية طول ما عندكم ألم وحيرة وتوتر، والحيرة والتوتر دي مأثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا. عندكم حد فعلا بيحبكم، بيحب دايما يطبطب عليكم، بيحب دايما يكرمكم من النعمة اللي عليه، بس انتوا بسبب ان انتوا مش شايفين اي حاجة في حياتكم، فده بيدل ان انتوا عندكم ضغوط نفسية وعندكم توتر وحيرة. بس ربنا عارف قد ايه انتوا اتأذيتوا، وعارف قد ايه انتوا تعبتوا، انتوا اتظلمتوا في حاجات كتيرة جدا ومازال موجود. البعض منكم مقدم على شغل ولسه ما ردوش عليه، البعض منكم مقدم على حاجة معينة ولسه ما حدش كلمه، البعض منكم كل شوية يبص في تليفونه ومستني رسالة، مستني مكالمة، مستني حاجة تخص التليفون. ان شاء الله باذن الله الفتره دي هتنول مرادك، وهتحصل عندك الحاجه اللي انت مستنيها وكل شويه تبص في تليفونك عشانها. يا ريت تخلي بالك من نفسك، واتمنى لك السعاده والهنا والرزق والتفاؤل وكل ما هو جميل من اجل عيونك الفتره اللي جايه.